بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة الآن خفف الله عنكم بعد ما أن فيكم ضعفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم